بكرة في المصري اليوم راح نشوف أحدث الخدمات الصحفية اللي بيقدمها المصري اليوم لقرائه. هو ملحق السياحة والسفر اللي بيقدم فيه المقال والتحقيق والتحليل والحوار في ملحق. بكرة هنشوف مقال للكاتب الصحفي الكبير والخبير السياحي الأستاذ مصطفى النجار بيطرح فيه قضيتين. القضية الأولى عن أن أوروبا بدأت تسحب السياحة العربية من مصر من خلال الخدمات وجودة الخدمات اللي بتقدمها للسياح العربي، وبدأت تنفيذ حملة ترويجية في بعض البلدان الأوروبية. الحاجة الثانية أو القضية الثانية اللي بيطرحها في مقاله الأستاذ مصطفى النجار اللي هي أن في أزمة في بين مجلس مدينة شرم الشيخ والفنادق الموجودة هناك، بسبب أن مجلس المدينة بيطالب الفنادق بدفع ملايين الجنيهات مقابل استغلال الشواطئ، وأن هذه الفنادق بتطالب بإرجاء هذه المستحقات نظرا للتردي في أوضاع السياحة في هذه المدينة. في قضية ثانية في الملحق هنشوفها بكرة، أن بدأت أزمة شركات الطيران العالمية ومستحقاتها تعود من جديد بعد من الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا أصدر قائمة بخمس دول اعتبرهم أن الدول دول ما بيحترموش الاتفاقات الدولية، وللأسف كانت مصر من ضمن هذه الدول وجاءت في الترتيب الرابع بعد فنزويلا ونيجيريا والسودان. الحاجة الثالثة أن مدير فنادق ماريوت العالمية كان في زيارة مصر، والراجل حمل أخبار سارة وقال أن مصر خلال الفترة المقبلة في نظرة تفاؤل، وأن الشركات الفنادق العالمية مهتمة جدا أن يكون لها منشآت في مصر نظرا لأنه مقصد من المقاصد السياحية العالمية.